بنسوي اليوم وصفة لللانش بوكسز صحية وشكلها حلو وخفيفة وسريعة، اللي هي عبارة عن كيكات العيش بخلطة الكبسة، العيش هو الرز طبعا. مدلعينهم وايد الأطفال. تعرفين حق الحضانات عند لارا أيوب صح. على أساس إن تكون شيء صحي تعطي الأهل وتعلمون إنه يأكلون شيء صحي بس في نفس الوقت لذيذ وشكله حلو. أكيد لأن بعد المعلمات اللي هناك لازم يعرفون أكثر عن الأكلات اللي قاعدين أكلهم الأطفال. صح، نبتدي بالعيش. العيش عندنا مطبوخ أوريدي بس أوكي. إحنا بنطبخه زيادة. حطه. شيء ما عطيني الكبسة ميكس. أحب كبسة ميكس لأنه يخلي كل شيء متوازن كأني أنا مسوية البهارات محمصتنها إيه. يعني حلو ما في شيء طاغي على الثاني. حطي لي بليز. تحطي لي المي الله يخليك. نخليه يطبخ شوي. أعتقد صار جاهز. حطي لي الذرة. ونحط فتات الخبز وإذا يفضل يكون الخبز بني أوكي. على أساس إن تعرفين يكون أصح وبنحط البيضتين شوي نضربهم بس ونحط عليه البقدونس. تقدرين تحطين بقدونس إذا تحبين جلجلان اللي أنت تحبينه. تعرفين يعني أنت تعرفين الأطفال في البيت لما مثلا أنا أعرف عيالي إذا حطيت بقدونس ما بيحبونها. ما بيحبونها فلازم أفضل الجلجلان أو أفضل أحط حتى تعرفين يمكن أشياء ثانية. والخضرة اللي هني أنت الفاصوليا الأخضر أنت تقدرين تتفننين في الهاي. الحين كوري لي إياها تسوينها مثل العجينة. تترز الأشكال هناك يعطيني إياهم. الله بيستانسون عليهم. بيستانسون. صينها. هي خطوات بسيطة تعرفين بس تعطي شكل ويستانسون عليها اليهال. جهزناهم الحين الخطوة الأخيرة تقدرين تحمرينها على تاوة فوق شوية زيت نقطة أو تقدرين تحطينهم في الفرن يتحمرون. أوكي. ما يحتاج وقت وايد. هاي مع شو تقدرين تقدمينه في اللانش بوكس؟ أنا دايماً أحط لهم أشياء مثل يعني هو أفكار وايد طبعاً. تقدرين تحطين خضرة، تقدرين تحطين دبس مثل الروب مثل الأشياء اللي هم يحبونها مع شوية صح. سبايسز. أنت تقدرين تتفننين في الأشياء اللي تحطينها معاه. جزر، خيار، يأكلونه كأنه هم قاعدين يغمسون. جاهزين، خلصنا. الله التفنن. ما تأخذ وقت أبداً. الحين بنشوف براوش شلون نسوي واحد من لانش بوكسات. نحطي لهم خيار ومع جزر. نحط لهم أشكال متنوعة. وأنا مجهزة خلطة روب هي عندك نحط لهم إياه. طبعاً نسكره عندنا يكون الكبر حق هالأشياء الصغيرة. شوفي حلو ولذيذ ومفيد وصحي. صح. واستخدمنا مكونات كاملة. حطينا لهم الخضرة وحطينا لهم كل شيء موجود مع بعضه. صح. وتقدرين تحطين آخر شيء اللي هي أي فروت عندك فتصير وجبة كاملة. صح. وفيها كل شيء. ديزرت خفايف والمين. ومن الأفكار بعد اللي تقدرين تعرفين واحد يسويها حق اليهال ويستانسون عليها وتدخلين فيها خضرة بدون ما يحسون أكيد الشوربة. شوربة. أعطيني يا حبيبتي. الحين بعد بنسوي شوربة خضار الربيع من ماجي. صارت جاهزة. وجبة متكاملة وسريعة.